لنجعل الأفق البعيد وجهتنا عبره، وحيث البعيد جدا سنسافر. معا سنسير ونستكشف سحر نور نهار اليوم وغموض ظلال ماضي الأمس. نتلمس تاريخ الأزمان لنقرأ تاريخ المستقبل القادم، لنحتفل بما هو عزيز على قلوبنا، ولنقدس ما يجعل إنسانيتنا تتلألأ، لنكتشف أساطير وأعاجيب العالم أينما كانت تختبئ. نرى تفاصيل ألوانها، نشعر بها تنبض، لتصطادنا الرؤى وليصبح كل ما قد نتخيله حقيقة. ها أنا المسافر، وتخطو أقدامي اليوم في عالم جديد. مرحبا بكم حيث أنا المسافر، من هنا من أقصى شمال غرب القارة الإفريقية. نحن في بلاد حباها الله بتنوع جغرافي هائل، من الجبال إلى المساحات الخضراء إلى الصحراء إلى الشواطئ الخلابة، بلاد تعاقبت عليها شعوب وحضارات مختلفة. نحن في المملكة المغربية، وتحديدا في الدار البيضاء أو كازابلانكا. سنتعرف على الدار البيضاء أو كازابلانكا من خلال التجوال بالدراجة النارية الصغيرة، وسيلة نقل ممتعة ومنتشرة هنا بكثرة. هي واحدة من سلسلة المدن المغربية الممتدة على شواطئ الأطلسي، مدينة لا تهدأ. فمن ميناء صغير لا يثير الانتباه مطلع القرن العشرين، إلى مدينة هائلة هي العاصمة الاقتصادية والتجارية للمملكة المغربية. هذا هو حي الأحباس أو الحبوس كما يطلق عليه المغاربة. تشعر وكأنك دخلت إلى حقبة الاستعمار الفرنسي. كان الفرنسيون قد بنوا هذا الحي قبل 100 عام من الآن لكي يعزلهم عن المحيط المغربي، وقد استغرق بناء الحي 10 سنوات، ولكنه الآن حي سكني مغربي خالص. استوحى بناة هذا الحي تصاميمه من فن العمارة الإسلامية، فتجده يختزل ملامح المدن المغربية العتيقة كفاس ومكناس. في هذا الحي الهادئ والمميز جدا يمكنكم التمتع بتجربة التسوق براحة تامة من المحال التجارية العريقة، والتي تجمع كل ما يختص بالصناعات المغربية التقليدية الرائعة. سألنا أحد السكان عما يميز حي الأحباس. هذا حي الأحباس، هذه بحال مدينة صغيرة مختلفة عن المدينة الطربيضة الكبرى، خاصة بالصناعة التقليدية. هذه 80 سنة وهم يشتغلوا غير في الصناعة التقليدية، 80 سنة ولا تقريبا 90 سنة الصناعة التقليدية خاص بس. شكرا جزيلا لك. شكرا. شكرا. السلامة.
بالفعل لهذا الحي عبق خاص، دروب وأزقة ضيقة بقناطر عديدة، والتجوال فيه يبعث في النفس شيئاً من السكينة والاطمئنان. ليس بعيداً وسيراً على الأقدام نقصد سوقاً عريقاً آخر، سوق المدينة القديمة أو باب مراكش الشعبي، معلم من أهم معالم هذه المدينة النابضة. يشتهر هذا السوق بالمنتجات الشعبية المتنوعة، هنا يمكنك التسوق حتى تتعب، سواءً من المحال والدكاكين أو من عربات الباعة المتجولين. ونستمر بالتعمق لأخذ فكرة عن الحارات المغربية الشعبية القديمة. نتجه إلى وسط الدار البيضاء العريق. هذا الجزء من المدينة يثبت أن الدار البيضاء لها خصوصية فريدة، وسط المدينة التجاري العريق هذا بلونه النقي الأبيض، هو مزيج من عراقة تاريخ القرن الماضي وأسلوب حياة المدن الحديثة. أما تراموي الدار البيضاء فقد ربط مختلف مناطقها ودمج الأحياء الهامشية مع محيطها الحضري، وساهم في إعادة تهيئة أهم الشوارع. والآن ننتقل إلى منطقة أخرى، إلى أحد أشهر معالم القارة الإفريقية، مسجد الحسن الثاني الذي بني جزئياً على الماء. بدأت أعمال بناء هذا الصرح الإسلامي عام 1987 وانتهت بعد 6 سنوات. لقد ساهمت كل عائلة في المملكة المغربية بمبلغ مالي من أجل بناء هذه التحفة الفنية الإسلامية الخالدة، واحد من أكبر مساجد إفريقيا والعالم. وفرت لهذا المسجد أعلى التقنيات الحديثة، كسطحه الذي يفتح ويغلق آلياً، وأشعة الليزر التي يصل مداها إلى 30 كيلومتراً صوب مكة المكرمة. يمكن لهذا المسجد المهيب أن يحتضن 25,000 مصل تحت سقفه، فضلاً عن 80,000 آخرين يمكن أن تضمهم ساحاته. دقة لا تصدق، وحرفية مبهرة في شغل الفسيفساء والخشب المنقوش والجبس والزخرفة في مختلف أرجاء المسجد. لقد ترك أمهر حرفيي المغرب إبداعات زخرفية ستظل مثلاً للإبداع والإتقان.
بعد السؤال تمكنت من التعرف على أحد حرفي المغرب الذين أسهموا في زخرفة المسجد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ أهلا وسهلا. بخير. سألت أحد الحراس وقال لي أنك أحد الأشخاص الذين أسهموا في بناء هذا المسجد. نعم سيدي، أنا ولي استغلت عن في الزخرفة ديال الفسيفساء. الزليج. 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 تسمونها باللهجة المغربية. الزليج. 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 كم استغرق العمل الذي قمت به أنت تحديدا؟ السنين ديال العمل فيها 10,000 متر ديال الزليج. 10,000 متر. 10,000 متر ديال الزليج. سغلاف في 3 سنوات. أين كنتم تعملون؟ أنا قلت لك النقش، عندنا النقش كله في تيجي من فاس مصوب 80% و20% الناس تنجمعوا الجميع ديالو باش عايز مع المكان القريب نخطو المقياس باش نفرغوا اللي مصوبوا اللوحات ونجيبوهم نكبوهم هنايا. هذا هو 20% عندنا في الدار البيضاء. هنا في الدار البيضاء تقصد في المسجد ام لا في المدينه؟ لا برا شويه، غير شويه غير شويه، انا برا قريب، عطاو واحد المحل قريب الدوله، عطاو قريب محل قريب تما باش نصوبوا باش نخليو الموقع فيه الشغل فيه كذا. مفهوم مفهوم. عندك شي ديال خص يكون الخدمه ديالنا نقيه شويه، نقيه خص تكون نقيه ما فيهاش التراب ما فيهاش حتى حاجه. احسنت. نعم سيدي، شكرا جزيلا لك. سامحني على ازعاجك. الله يسامحك. الحمد لله. آن الأوان للتوجه إلى العاصمة المغربية واستكشافها. تسعين كيلو متراً باتجاه الشمالي لنصل إلى العاصمة الرباط. هذه هي الرباط، عاصمة المملكة المغربية، مزيج بين الماضي والحاضر، بين التراث الإسلامي العريق وحياة الناس في القرن 21. هي العاصمة الثقافية وفي جنباتها الكثير من الأسرار والكثير من القصص أيضاً. تاريخ مدينة الرباط عاصمة المملكة المغربية التي تقع على الضفة اليسرى لمصب نهر أبي رقراق يعود إلى فترات تاريخية مختلفة، إلا أن التأسيس الأولي للمدينة يعود إلى عهد المرابطين الذين جعلوها رباطاً محصناً من أجل الحملات العسكرية صوب الأندلس. يستمر الازدهار والنمو والتطور في هذه المدينة مع حفاظها على الإرث التاريخي العريق. مدينة أنيقة ستجدها دوماً ترحب بالزائرين. وإلى آثار قلعة قصبة لوداية المحصنة التي شيدها المرابطون وأسموها قلعة المهدية. هذا أحد أركان المدينة القديمة، قصبة لوداية، والتي بناها المرابطون كقلعة حصينة عند مصب نهر أبي رقراق. خلف أسوار القلعة ستجد أزقة ومنازل الموريسكيين المتشحة باللون الأزرق والتي لا تزال تزخر بالحياة. جانب تاريخي فريد يعود لهؤلاء المستوطنين القادمين من الأندلس والذين أعادوا الحياة إلى هذا الجزء من المدينة وجعلوها مقراً لدويلة أبي رقراق التاريخية.
جذبني صوت الموسيقى الجناوية. غناء صوفي مميز تعود أصوله الإفريقية إلى مئات السنين، لا يزال حياً يتردد في الأزقة والدروب المغربية العريقة. وإلى جولة بالقارب في نهر أبي رقراق الهادئ للتمتع بجمال مشهديات المدينة من زاوية مختلفة. وإلى صومعة حسان، ركن تاريخي آخر من أركان الرباط الذي صنف كأحد مواقع التراث العالمي. تعتبر هذه الصومعة أحد أقدم المباني التاريخية في الرباط، والتي تجمع بين المعمار الإسلامي والأندلسي، وقد شيدت من قبل السلطان يعقوب المنصور الموحدي. كان من المفروض أن يكون هذا الموقع بالأساس مسجداً، وقد خصصت كل بلاطة فيه من أجل مصلٍ، بيد أن بناءه لم يكتمل وبقي على حاله. وإلى موقع آخر لا مثيل له، مدينة أثرية تشبه الحلم. ما إن تطأ قدماك أرض شالة حتى تغشاك أصوات طائر اللقلق التي تضفي على المكان بعداً أسطورياً. ها
هذه واحدة من أقدم المدن الأثرية في المغرب، مدينة شالة في الرباط التي بنيت قبل 600 عام قبل الميلاد، وهي محط اهتمام السياح وعلماء الآثار على حد سواء، حيث لا يزال جزء كبير منها مطمورا تحت الأرض. تشير الحفريات الأثرية إلى تعاقب حضارات عدة على شالة منذ عهد الرومان إلى القرن العاشر للميلاد، حيث تحولت لموقع رباط يجتمع فيه المجاهدون. كما ازدهرت هذه المدينة الأثرية تحت حكم الملوك الموريين أيضاً، وتعتبر نموذجاً حياً للفن المعماري المتميز لدولة بني مرين. فبقايا المقبرة المرينية المعروفة بالخلوة لا تزال واضحة، وهي مقبرة لدفن ملوك وأعيان بني مرين. وتنسج الذاكرة الشعبية حول شالة خرافات وأساطير جعلت منها في الماضي مزاراً لفئة عريضة من ساكني الرباط ونواحيها. شالة محطة تاريخية متميزة آثرة على أقل تقدير.